وزارة الهجرة مؤخرا أطلقت لكم مبادرة اسمها اتكلم ما تخافش. دي طبعا كانت بسبب إن أنتم مصريين موجودين بره في ثقافات مختلفة، حياة مختلفة، يعني أكيد طبعا بتقابلكم عوائق، بتقابلكم أي كان الظروف اللي بتقابلكم، لو أنتم قاعدين لوحدكم أو حتى لو معكم أصحابكم، بس الفكرة في إن الحياة هناك غير هنا، ففي حالات كتير جدا كانت بتوصل للاكتئاب، والناس طبعا طبعا ممكن تعمل مشاكل بسبب الاكتئاب اللي هي فيه ده. فالوزاره كانت حريصه انها تطلق لكم مبادره مهمه زي دي. انتوا ايه رايكم في المبادره، خصوصا ان انتوا تقريبا من جزء منها؟ طبعا المبادره دي مهمه جدا. هي كانت اساسها مفروض زي ما حضرتك قلتي ان هو لو في حد مثلا عنده مشاكل طبعا هناك كتغير، طبعا ان هو مش موجود مع اهله، مش موجود مع اصحابه، كل الموضوع هناك مذاكره وبس تقريبا. ففي ناس فعلا بتخش في حاله اكتئاب اللي هو انا مش مع اصحابي، اصحابي مثلا قاعدين مع بعض وانا قاعد لوحدي، اهلي متجمعين وانا مش معايا حد. فالوزاره بدات ان هي تعمل مجموعه من الدكاتره النفسيين ان هم هيتكلموا معانا بشكل خاص، الموضوع فيه سريه تامه، بتتكلمي معاه ما فيش اي حاجه تخافي منها ان انت تتكلمي معاه، الموضوع سري تماما، بيبقى معاكي دكتور تتكلمي معاه في اللي انت عايزه تتكلمي فيه، هو يبتدي يتكلم معاكي، يسالك، يتحاور معاكي ايه اللي مضايقك، ايه اللي مزعلك، يبتدي يشوف حلول معاكي. مثلا لو انت مثلا بتعملي حاجه غلط هي اصلا اللي مسببه المشكله النفسيه دي. مثلا في ناس بتذاكر بس، وطبعا احنا كبشر طاقه، فالطاقه دي هتيجي وقت وهتخلص، فلو احنا مش بنجدد الموضوع ده بخروجه مثلا في الاسبوع مثلا، او نقعد شويه مع اصحابنا بره او كده، فالطاقه دي لو ما اتجددتش هتيجي في فتره انت ذات نفسك خلاص هتنفجر، مش هتستحملي الموضوع، وانت مش تبقي فاهمه ايه الغلط، انا بعمل ايه، انا بذاكر وبعمل كل اللي عليا. فهي المبادره دي معموله عشان نعمل سبوت من ناس متخصصه ايه المشكله عندنا، ونبتدي بقى ان احنا نحل المشكله دي، ويبتدي طبعا تحس ان انت في حد قادر تتكلمي معاه وفاهمك طبيا وفاهم نفسك انت بتفكري ازاي، وهم طبعا مؤهلين ان هم يعرفوا هيحلوا لك المشكله ازاي. فده طبعا كانت مبادره كويسه جدا لينا، يعني ان ده وارد لكل واحد فينا يجيله اكتئاب على الاقل مره او مرتين في السنه طول ما احنا هناك. يعني استكمالا لكلام عبد الرحمن، هي كانت مبادره مهمه جدا يعني لينا كشباب دارسين بالخارج، وده يدل على الدور اللي فعلا وزاره الهجره بتقوم بيه تجاه الدارسين بالخارج وكل المصريين اللي في الخارج حقيقي يعني. فالمبادره دي كان ليها اثر ايجابي كبير جدا علينا كطلاب بالخارج، يعني في نماذج كتير جدا زي ما عبد الرحمن ذكر ما بتعرفش تكمل، ما بتعرفش تكمل الروتين بتاعها، ان هي تصحى تنام تروح الجامعه تذاكر، مش كل بيقدر يكمل المسيره دي. فبالتالي احنا فعلا كنا محتاجين مبادره زي ديت عشان تساعدنا، فدكاتره نفسيين يبقوا معانا في المرحله ديت فادتنا جدا كطلاب بالخارج يعني. شايفه ان المبادره كانت في وقتها جدا كان في نماذج كتير جدا، وفعلا في ناس يعني اثر معاها اثر ايجابي جدا المبادره دي وفادتهم جدا يعني. يعني حد من الشباب بكلمك عن المبادره، حد مثلا دخل يتكلم مع الدكتور او مين حد؟ ما هو بقى الوزاره كانت اطلقتها بشكل سري. عبد الرحمن نموذج، انا اعرف عبد الرحمن، فما اعرفش حد تاني صراحه، لان كان انت عارفه لما يبقى حد تعبان نفسيا بتبقى مش لطيفه ان هو يبلغ، يعني يقول لحد انا تعبان نفسيا ومحتاج دكتور نفسي كده. هل في تقبل ان انا عندي اكتئاب؟ لكن في ناس تقبلت الفكره، وفي ناس فعلا تجاوبوا مع الدكاتره النفسيين اللي وزاره الهجره جابتهم، وفي ناس يعني اثر عليهم بشكل ايجابي جدا المبادره دي. يعني في اوقات بكون جاي من الجامعه خلاص ده اخر يوم اروح في الجامعه ومش رايح في الجامعه تاني، حتى لو انا قاعد مع اهلي بتجيلي كده البني ادم. فلازم الواحد كل شويه زي ما زي ما زي ما نقول كده روتيشن لروتينك كله، فاهماني؟ فلازم يعني تكسر الروتين اللي انت بتعمله، تغير نمط شويه، نمط حياتك شويه. هقول لك لو انت حسيت بحاله زي كده انت من نفسك بتعمل ايه؟ انا بحاول اسافر مثلا، اخرج بره يعني ببقى مثلا لو من البيت للجامعه بخرج انا بره الحياه دي شويه، بخرج اسبوع مثلا، اغير اسبوع كامل مثلا في بحر، في سفريه، في كده. يعني بتحاول ان انت تغير من مودك ومن اغير المكان كله، لازم اغير المكان. ده جميل يعني في مني تعامل او في مني يعني ان انا بحاول ان انا اخرج نفسي بالظبط بستسلم للظروف اللي حواليا. لا بس ساعات طبعا بيجي وقت ونستسلم،
لكن طبعا بنرجع تاني بقى، اللي هو بنرجع للطريق الصحيح تاني.